الله وبركاته. إن السلام اسم من أسماء الله الحسنى، قد زود الله به عبده وقبضه بيمينه ودسه في يمين عبده وقذف نوره في قلبه وقال: اذهب باسمي هذا لعبادها وقل ألا أدلكم على شيء تحابون به عباد الله كي ترحموا ولا تبغضوا. فقيل: أحله لنا يا رسول الله؟ قال: افشوا السلام بينكم، سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، فمن سلم سلم ومن لم يسلم لم يسلم. وإن السلام عليكم ليس باللفظ فقط، إنما بالجوارح، سلامة القلب والسريرة، إلا من أتى الله بقلب سليم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. إن في نظر الناس حينما يسمعون هذه الآية يؤتيكم خيرا، يعتقدون أن الخير في الذهب والفضة وفي كنوز الدنيا ومنافذها، إنما الخير هنا في سلامة القلب والسريرة، الرضا بالله، الرضا بما قسم وبما قدر وبما كتب وبما أصاب به عبده وبما ابتلاه، هذا هو الرضا، ولن نرضى حتى يرضى الله. إذا صابر وصابر ورابط، الصبر والمثابرة والمرابطة باليقين وليس بالشك والريب. إذا كان الشك والريب فإن العبد لن يدوم ولن يداوم هذه المسيرة، مسيرة الصبر والمثابرة والمرابطة، لأنه سيشك في ربه، سيكون إيمانه قليلا أو سيتركه بالبتة. إنما المؤمن الحق هو في الشدائد وليس في الرخاء، هو في البأساء والضراء وليس في السراء. لأن من أشد الابتلاءات على الأرض المرسلين فالأنبياء فأولياء الله الصالحين فعباد الله المؤمنين حقا، فالأمثل فالأمثل من الناس، فمن دا جاء إلى الدنيا ولم يبتليه الله. الهناءة والسعادة في الحقيقة ها مكانها وها قصرها وها محلها وها خيمة نورها. أما لا تظن أن من كان يحيا في بروج مشيدة أو قصور منطبة أنه سيكون سعيدا بالذهب والفضة والقناطر المقنطرة والكترة، إنما والله سيزيده ذلك بلاء وفتنة، والله أعلم. إنما السعادة في الحقيقة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كلما ذكرت ربك وكلما تذكرت وتفكرت في خلق الله وأنت في خلقه وبينهم، ولا تحتقرن ما في خلقه، فإياك أن تحتقرن خلق الله، لأن لله في خلقه شؤون، وإن سر قوة الله في أضعف خلقه. وأي سر هذا هو في أضعف خلقه غير الإيمان بالله؟ الإيمان، الإيمان كلما ابتلاك الله وزادك البلاء كلما حمدته ورضيته وانتظرت الفرج عنه، فإنما بعد العسر يسرا، إنما بعد العسر يسرا. إنما في دار الفناء ولسنا في دار الهناء. لو كانت دار هناء وما كانت دار فناء لتهنأت فيها الملوك والمرسلين قبلي وقبلك. إذا فرضى ولن نرضى حتى يرضى الله، وصلوات الله وسلامه على أحب الخلق إليه أحمد في السماء ومحمد في الأرض، كي يكون محمودا فيهما وبين الخلق ما كان وما لم يكن. ومن صلى عليه صلت عليه الملائكة. السلام عليكم ورحمة